السلام عليكم. في الفيديو ده هقول كمان مثال على حساب الايجن فاليوز ايجن فيكتورز بالانتويشن وبي الرياضه. ناخد الماتريكس دي مثلا 3 4 4 0 0 0 0 0 0. طيب الماتريكس دي بتعمل ايه؟ كترانسفورميشن، لو خدنا فيها كترانسفورميشن هلاقي ان الماتريكس دي اي فيكتور يجي لها هتسكيل الاكس كومبوننت بتاعه بمقدار 3، هتسكيل الواي كومبوننت بمقدار 4، والزد كومبوننت بمقدار 4. فلو انا عندي في 3 دي كده يعني مش لازم الدقه قوي، يعني في 3 دي كده لو ده كان الاكس وده الواي وده الزد، ايه هي الفيكتورز اللي ممكن ارسمها هنا ولما اوبريت عليها بالماتريكس دي تفضل في نفس الدايركشن؟ تعال نشوف اي فيكتور. هل اي فيكتور مثلا، تعال نشوف اليونت فيكتورز الاول. الفيكتور اكس ده او الاي ده، الاي ده لما اوبريت عليه بالماتريكس دي هل هيحصل له اي روتيشن؟ الاجابه لا، ان هو هيتضرب في 3 0 0، هيتضرب في 3 فيبقى هو. فاذا انا عارف، لازم اعرف ان الاي ايجن فيكتور كده اول واحد، يعني ايجن ممكن اكتب كده ايجن فيكتورز معينه ايجن فيكتورز. اول حاجه الاي، او طبعا اي سي اي، اي كونستنت في الاي، يعني اي راجل هنا اي حاجه مهما كان قيمته. طيب لو فيكتور الجي، الجي مثلا ده لما اضربه برضه هيحصل له سكيل، فماشي الاي سي اي مثلا اي بي جي، ونفس الكلام بالنسبه للكي، فاحنا عارفين دول مثلا الدي كي مثلا ماشي. بس اغير ده شويه عشان ما يبقاش شكله عجيب، مش عارف ليه ماشي يعني فيكس ده كده الاكس. يبقى عندي الايجن فيكتورز، عندي الاي والجي والكي بكل الكومبينيشنز بتوعهم. طيب اي فيكتور جنرال، تعال نشوف اي فيكتور جنرال في 3 دي كده هيشتغل ولا لا. الاجابه انه لا، لان دلوقتي لو اي فيكتور جنرال اللي هو اكس وواي وزد، الاكس كومبوننت بتاعه هيتضرب في فاليو والواي والزد هيتضرب في فاليو ثانيه، فبالتالي هتلاقي ان دايما اكس كومبوننت مختلفه، يعني مش هيفضلوا محافظين لنفس الزوايا، اكس على واي مش هيفضل هو، واي على زد، قصدي الاكس على واي والاكس على زد، ومش هيفضلوا هم هم. اي فيكتور جنرال لا، انا اكيد متاكد ان هو مش هيحصل زي اول مره من كل الفيكتورز اللي في 3 دي، ان اي فيكتور 1 2 و3، 1 و2 و3 هيتحول الى 3 و8 و12، فده مش بارل لده، فاكيد مش كل الفيكتورز. طيب بس نلاحظ حاجه، نلاحظ ان الواي والزد بيتغيروا او بيتضربوا في نفس الفاكتور، تمام، بينما الاكس هو المشكله. طيب فده معناه ان لو انا خليت الاكس بزيرو، فالاكس بزيرو، الاكس بزيرو لما يتضرب في 3 هيفضل زيرو، فالاكس ساعتها هبقى حيدت الاكس، الاكس مش هيبقى فيه اي ضرر. ف تعال نشوف اي فيكتور الاكس بتاعه بزيرو، يعني هيكون فيكتور في الواي زد بلين، اي فيكتور كده لو اي ماجنتيود a و2a، او a قصدي a اي شيء a و2a اي حاجه، او a وb يعني حتى اي حاجه جنرال يعني. ده لما يحصل ان انا اوبريت عليه بالماتريكس دي، الاكس كومبوننت بتاعته يحصل لها سكيل مقدار 3 بس اصلا هي 0 فتفضل زي ما هي 0، الواي كومبوننت هتبقى 4a، يعني ده كده ده مش a وb بقى، معلش ده كده عباره عن 0 a وb، اصلا يعني قصدي الواي ب a والزد ب، بس في 0 هنا 0 a وb. a هتضرب في 4 تبقى 4a، والb هتضرب في 4 تبقى 4b، هيفضل في نفس الاتجاه. فمهما كان الـ a والـ b، اي فيكتور في الواي زد بلين هيفضل في نفس الاتجاه. طب في الاكس زد بلين لا، الواي اكس واي بلين لا. فاذا انا عارف طبعا، في بس ملحوظه كمان، ان الجي والكي اللي انا جبتهم دول في الحقيقه هم اصلا واقعين في الواي زد بلين، فهم دول تبع الحاجه الجنرال ان هو اي حاجه في الـ في الـ في الواي زد بلين. فانا اقدر اقول ان الاي ده حاجه مستقله لوحده، و اني فيكتور ان ذا واي زد بلين ده كله لازم يكون ايجن فيكتورز. طب ايه الايجن فاليوز بتاعتهم؟ الاي الايجن فاليو بتاعته 3، اي فيكتور في الواي زد بلين الايجن فاليو بتاعتها هتكون 4. طب هل نقدر نثبت الكلام ده رياضه؟ اكيد طبعا، نجيب الاي ناقص لامدا اي هيبقى عندي 3 ناقص لامدا
أربعة ناقص لندا وأربعة ناقص لندا زيرو 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 زيرو. أجيب الديترمنت بتاعها هلاقي إن هو عبارة عن اللندا بيساوي تلاتة ولندا بيساوي أربعة ولندا بيساوي أربعة، إن في الآخر الديترمنت هيكون في الآخر حاصل ضربهم، فهلاقي إن الأيجن فاليوز بتاعتي لندا واحد واتنين وتلاتة، أو لندا واحد واحد تساوي تلاتة، لندا اتنين وتلاتة، الاتنين بيساوي نفس الفاليو اللي هي بتساوي أربعة. طيب نحسب بقى الأيجن فيكتورز من خلال اللامداز، فيبقى أنا عندي نعوض الأول بلندا بيساوي تلاتة هيديني هنا زيرو زيرو زيرو، أربعة ناقص تلاتة بواحد، هنا واحد وهنا زيرو زيرو، إكس واحد إكس اتنين يساوي زيرو وزيرو. طيب طبعا إكس واحد إكس اتنين إكس تلاتة اللي أنا عامله ده، إكس واحد إكس اتنين إكس تلاتة يساوي زيرو زيرو زيرو. طيب أول معادلة زيرو بيساوي زيرو مش هتفرق معايا في أي حاجة. طيب تاني معادلة إكس اتنين يساوي زيرو، تالت معادلة إكس تلاتة يساوي زيرو. دي كده هي الكونسترينز بتاعتي، أنا عندي كونسترين إن الإكس اتنين يساوي زيرو، وعندي كونسترين إن الإكس تلاتة يساوي زيرو. طب الإكس واحد ما عليهوش أي كونسترينز، فلو عايز أكون الإكس اللي أنا عايزه إكس ريكوايرد اللي هو الأيجن فيكتور، أنا عندي كونسترين إن الإكس اتنين يساوي زيرو والإكس تلاتة يساوي زيرو. طب الإكس واحد يكون أي قيمة تعجبه هحطه بـ A. إذن الأيجن فيكتور عبارة عن A في واحد زيرو زيرو، اللي هو عبارة عن A في اليونت فيكتور I اللي هو واحد زيرو زيرو اللي أنا قلنا إحنا استنتجناه هنا، وحسن ده فين هنا؟ هنا إحنا قلنا الـ I هو الحقيقة أي مالتيبل أوف I، يعني أي سي أي 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 أي. إحنا كده لقينا إن الأيجن فيكتور فاليو 3 دي الأيجن فيكتور بتاعها أي فيكتور مالتيبل أوف الـ I. كده حاجة جميلة متوقعة. طيب نعوض باللندا بيساوي 4 هيديني فوق نيجاتيف 1 وهنا 0 0، فهيبقى عندي الماتريكس تبقى نيجاتيف 1 وباقي كله صفر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اكس 1 اكس 2 اكس 3 يساوي 0. ده هيديني مين؟ هيديني ان نيجاتيف اكس 1 يساوي 0، يعني الاكس 1 يساوي 0. ده كده الكونسترين الوحيد اللي عندي ان الاكس 1 يكون بيساوي 0. انا عندي ثلاث معادلات وعندي في الاخر الكونسترين واحد بس، انا عايز اكون الاكس هيكون عباره عن ايه؟ لازم الاكس 1 ب 0. طيب البي الاكس 2 واكس 3 هيكونوا بيساوي ايه؟ اختياري مفيش اي كونسترين عليهم، فممكن اخلي اكس 2 بايه، او مش لازم ايه عشان ايه ده حطيته للاي، فممكن اخلي اكس 2 ببي الاكس 3 بسي. فاي فيكتور على الصفه دي او بالشكل ده 0 بي وسي هيكون ايجن فيكتور. طيب الكلام ده ممكن نبسطه اكتر ان هو عباره عن بي في 0 1 0 زائد سي في 0 0 1، مجرد بس فكيته فكتين في الاخر ده هو ده. طب انا بقول ايه بقى؟ ال 0 1 0 ده جي وال 0 0 1 ده الكي، وده كونستانت اربيتراري وده كونستانت اربيتراري، فده عباره عن لينير كومباينيشن من الجي والكي. انا كده بقول ان اي لينير كومباينيشن من الجي والكي عباره عن ايجن فيكتور للماتريكس A لما تكون اللامدا بتاعتي بتساوي 4. الشيخ ده بيقول ان اي لينير كومباينيشن من الجي والكي بيديني عباره عن ايجن فيكتور لما اللامدا تساوي 4. طب ايه هي اللينير كومباينيشنز من الجي والكي في الرسمه؟ اللينير كومباينيشن من الجي والكي هي كل الواي زد بلين زي ما احنا توقعنا، هو اللينير كومباينيشن اصلا هو كل الفيكتورز اللي اقدر اكونهم بالاي بين الجي والكي. يبقى اذا احنا طلع رياضيا عندنا اي فيكتور في البلين ده عباره عن ايجن فيكتور، واي فيكتور هنا اللي هو الاي اي مالتيبل اوف اي عباره عن ايجن فيكتور. طيب اخر حاجه يعني خلاص مش حاجه يعني، هو بس ساعات بنحتاج وهنشوف ابلكيشنز على كده بنحتاج نكتب الايجن فيكتورز نفسها في ماتريكس. اكبر بتاع ده شويه صغيرين. ساعات بنحتاج نكتب الايجن فيكتورز نفسها في ماتريكس
انا عندي الايجن فيكتور الاولاني اللي هو الاي اللي هو 0 0 1 مثلا 0 0 او قصدي 1 0 0 دي كده ماتريكس ايجن فيكتور، واكتب الاثنين فيكتورز دول برضو. يعني اكتب كل الفيكتورز الاندبندنت على بعض اكتبهم في ماتريكس 0 1 0 و0 0 1، فدي كده الماتريكس بتاعه الايجن فيكتورز، وبكتبهم بترتيب معين بحيث ان انا اكون عارف ان الايجن فاليو دي هنا كانت بتساوي كام، كانت بتساوي 3 تقريبا انا ما اذكر 3، وهنا لامدا بتساوي 4 وهنا لامدا بتساوي 4. فساعات بحتاج الماتريكس دي، هنشوف لها ابلكيشنز، يعني ان انا بحتاج اكتب ماتريكس الايجن فيكتورز واكون عارف انها بترتيب معين، ويكون ترتيب الايجن فاليوز بتاعتها مكتوبه قدامي كده، وده بنستفيد بيه يعني. طيب كده خلصنا كلام عن الايجن فيكتورز، غالبا هنرجع لها بعد كده في ابلكيشنز تانية، بس ده الانتويشن بتاعها، انا شايف انتويشن لطيف يعني. طيب ملحوظه اخيره، احنا بنجيب الايجن فاليوز عن طريق ان احنا بنسولف ايكويشن الدرجه الثانيه او الدرجه الثالثه او الرابعه على حسب حجم الماتريكس يعني. ساعات لما نيجي نحل الماتريكس بيكون الايجن فاليوز اللي تطلع كومبلكس، كومبلكس نمبرز، انا فاكر بحل معادله تربيعيه فممكن يطلع كومبلكس يعني. وساعتها لما اجي احسب الايجن فيكتورز برضه ممكن تطلع كومبلكس ايجن فيكتورز. انا في هذه اللحظه يعني ما عنديش انتويشن للكومبلكس ايجن values eigen vectors، يعني ممكن يعني ما عنديش intuition واضح يعني، فمش هتكلم عنهم. ولكن فكرة لو ده طلع ومتأكد 100% ان فعلا مش اي حسابات غلط، هتكمل عادي خالص وتحسب ال eigen values وال eigen vectors بنفس الطريقة العادية خالص، وهي هيطلع ال eigen vectors. يعني لو الماتريكس matrix الأصلية real، كل الأرقام بتاعتها real، هتلاقي ان لو ال eigen values complex هتلاقي ال eigen vectors complex، وهتلاقيهم كمان غالبا ال eigen values هيكونوا conjugates لبعض وحاجات زي كده، بس بنحسب نكمل حسابات عادي خالص كأنها أرقام عادية يعني، مش مفيش أي حاجة مميزة في الموضوع كإنتويشن. أظن هيكون لها معنى، ساعات ناس بتديها معنى يعني، بس أنا مش ما عنديش الإنتويشن ده دلوقتي يعني. بس بالنسبة لنا هنا في الترانسفورميشنز يعني ممكن نفسرها، لو إحنا بنتكلم على فيكتورز في السبيس في 2D أو في 3D سبيس بالشكل البسيط بتاعنا ده يعني، هنقدر نفسر الكومبلكس أيجين فاليوز كومبلكس أيجين فيكتورز إن مفيش فيكتورز في السبيس بتاعنا اللي احنا شايفينه ده، لو ضربتها في الماتريكس هتفضل زي ما هي. يعني مثلا الروتيشن ماتريكس اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي كانت هنا 0 1 1 0 تمام، دي انا عارف ان انا اي فيكتور في ال 2 دي، اي فيكتور في ال 2 دي لو ابلايت عليه الماتريكس دي هيرجع زي ما هو، يعني قصدي هيتغير هيروتيت 90 درجه. فانا عارف ان انا لما اجي احسب الايجن فيكتورز بتاعه الماتريكس دي او الايجن فاليوز عمري ما يعني ما ينفعش يكون لها قيم ريال، ما ينفعش يكون عندي فيكتور ما بيتاثرش بالروتيشن ماتريكس في ال 2 دي. فانا ممكن افسر في المستوى بتاعنا ده الايجن ان الايجن فيكتورز كومبلكس ان ما فيش ان ده انفاليد، يعني ما فيش فيكتور في ال 2 دي ينفع ما يحصلوش روتيشن. يعني ممكن حتى نجرب دي، يعني ممكن لامدا اي ناقص اي، انا عايز لامدا اي ناقص او اي ناقص لامدا اي، هيبقى هنا نيجاتيف لامدا وهنا واحد واحد نيجاتيف لامدا. عايز اجيب الديترمنت بتاع الماتريكس دي، هيبقى عباره عن لامدا سكوير هذا كده، نيجاتيف لامدا في نيجاتيف لامدا لامدا سكوير. لحظه، هي دي اصلا نيجاتيف واحد، يعني اصلا الواي بحوله نيجاتيف واحد، يس دي نيجاتيف، لا دي هي روتيشن ماتريكس 0 1 نيجاتيف واحد، دي كده روتيشن ماتريكس بتروتيت مقدار 90 درجه يعني، فدي نيجاتيف واحد. فهتلاقي ان لامدا سكوير زائد واحد يساوي 0، هنلاقي اللامدا تساوي بلس والماينس اي. ده متوقع من غير حتى ما احل، ان انا ما عنديش حاجه في ال 2 دي بتحقق المعادله دي. طب لو جبت الروتيشن ماتريكس في ال 3 دي مثلا لو جبت الروتيشن ماتريكس ايه اللي بتروتيت في ال 3 دي حوالين الزد اكسس، زد اكسس طبعا طالع كده يعني حاجه عامله كده يعني اكس واي زد مثلا، فالماتريكس اللي بتروتيت كده هيكون ايه الايجن فيكتورز بتاعتها؟ انا متوقع ان اكيد الزد اكسس نفسه واي مالتيبل منه عباره عن ايجن فيكتور، ان الزد اكسس لما يلف حوالين نفسه هيفضل في مكانه، يعني هو هيلف بس هيحصل له سبيننج كده يفضل زي ما هو. فطبعا دي هتكون معادله الحقيقه 3 دي، فهتكون الماتريكس 3 في 3، ودي هتديني ثلاث حلول لللامدا، سواء بقى فيهم ريبيتد روتس او مش ريبيتد، هيكون في ثلاث حلول مختلفه. خلاص هلاقي ان واحد فيهم ريال، عشان الزد ده لما ابلاي عليه روتيشن ماتريكس بيحصل له
ما بيتغيرش اتجاهه، فده حاجة عندي في الريال وورلد يعني موجودة، أو في الريال سبيس اللي أنا شغال فيه. وهيطلع حلين، أنا متوقع إن هيطلع حلين كومبلكس، لأن هو هيكون واحد ده الوحيد، زد أكس هو الوحيد اللي لما أبلاي الماتريكس هيفضل في نفس اتجاهه، لكن مفيش أي فيكتور تاني في الريال وورلد، مش في الريال بلين يعني، أو في الريال سبيس يعني، لما ابلاي عليه الماتريكس هيحصل، هيفضل هيغير، هيفضل في نفس اتجاهه، فهيلاقي واحد ريال واثنين كومبلكس غالبا يعني. انا جربتهاش بس ده المتوقع بالنسبه لي. فبس كده كمل الفيديو الجاي مش عارف ايه لحد دلوقتي.